مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه التعليميه. معكم المحلل التقني جوزيف دهريه من شركه تكمل. مثل ما بتعرفوا بجلسه بعد الظهر بكون جلسه تعليميه، وبمر عليها على بعض المؤشرات والازواج الرئيسيه الموجوده عندي على منصه التداول. اليوم رح اكون عم بشرح السايكلز اذا بدكم باسواق المال او بالاسواق الماليه بشكل عام وبسوق الفوركس. معظم الاشخاص بيقولوا انه من وراء انخفاض معين لازم نحصل على ارتفاع، خلينا نقول بكل بساطه، او من وراء ارتفاع معين لاسواق المال او لحيلا سلعه او عمله معينه، يعني ارتفاع معين نتوقع انخفاض هذه السلعة أو العمل المعين. بكل بساطة هذا السايكل الارتفاع، هل يا ترى هذه الفترة الزمنية قديش ممكن نتوقعها؟ يعني على سبيل المثال، من وراء انخفاض النفط اللي حصل عنا من مستويات ال 114 دولار لمستويات خلينا نقول تقريبا ال 25 دولار، هذا السايكل اللي عم نتكلم عليه من سنة 2013 لحديث سنة 2015، سايكل سنتين. فهل يا ترى الانخفاضات أو الارتفاعات لازم أو تقاس بفترة زمنية محددة أو بوقت محدد؟ بكل بساطة ممكن هذا الشيء يحصل. طبعا عندي مؤشر على منصة التداول اللي هو اسمه سايكلز، بنضغط على انسرت على اليسار، اوكي، بنضغط على سايكل لاينز. بكل بساطة ممكن نشوف السايكل لاينز، بنضغط على القمة، على اخر قمة لاخر قاع خليني اقول، اوكي عندي. فبكل بساطة السايكل لاينز بتعطينا على انه الانخفاض من اخر خليني اقول قمة للنفط لاخر قاع اخذت سايكل فترة زمنية محددة اللي هي حددناها بهذا سايكل من الارتفاع من القمة للقاع. وبسايكل آخر خلينا نقول من 2015 لحديث الآن اللي هي 2018 للأسبوع الماضي، خلينا نقول نفس السايكل تقريبا اللي أخذوا هذا الانخفاض كمان أيضا رجعنا ارتفعنا فيه. يعني بنفس الفترة الزمنية انخفضنا من قمة ال 110 دولارات للقاع اللي هو 25 دولار وابتدينا ارتفاع. نفس السايكل أو نفس الفترة الزمنية بمر مرحلة تصحيحية لا تلمسنا مع الخط الأحمر الثاني. هلأ طبعا عندي خط أحمر آخر، إذا بنعمل خلينا نقول منزيح الرسم مبين على اليمين، طبعا مبين عندي خط أحمر هلأ على اليمين آخر. هل يا ترى هذه السايكل اللي هي إذا بدكم بنفس التوقيت أو بنفس الفترة الزمنية اللي أخذ السعر النفط ليرتفع من القاع للقمة اللي هي مستوى ال 71 دولار، هل يا ترى هذه السايكل رح تكفي اتجاه الصاعد لنرجع نسجل مستوى ال 116 دولار، أو رح نكفي سايكل جديدة، سايكل هبوط، أو خلينا نقول منطقة هبوط؟ بكل بساطة نتوقع بما أنه نحن كانت مرحلة تصحيحية، نتوقع هلأ الانخفاض لازم يكون أيضا تصحيحي، والفترة الزمنية اللي تاخذها لمستويات ال 40 دولار ممكن تاخذ أيضا سنة ونص أو سنتين. فبكل بساطة الوقت، على طول الوقت في التداول أو في الاستثمار في أسواق المال أو في سوق الفوركس بشكل عام هو ضد خلينا نقول المستثمر أو المضارب، ولكن هو مع الأسواق المالية ضد المستثمر. ليش؟ على طول الانفستر أو المتداول بفكر إنه إذا دخل بمركز معين على قاع معين أو على قمة معينة رح يحصل على الأرباح ويجني أرباح بشكل سريع. وأنا ما اللي بنتفاجأ فيه هو إنه الوقت أو الفترة الزمنية اللي بياخد خلينا نقول اللي بتاخده العملة المعينة أو السلعة المعينة لترتفع وتنخفضه طبعا تاخد وقت طويل. بكل بساطة للأشخاص أو المستثمرين أيضا اللي نطروا أسعار الذهب من ورا ما انخفضت من مستويات ال 1900 دولار خلينا نقول لمستويات ال 1000 دولار، إذا بندخل السايكل لاينز على اليسار، عفوا، إذا بندخل انسرت سايكل لاينز ومندخل من القمة ال 1900 للقاع اللي هو سجلناه خلينا نقول عند مستويات ال 2005 سنة 2015 لقاع ال 1000 دولار، أخذت معنا تقريبا بحدود الأربع سنوات. فأنا إذا بدي أخذ نفس السايكل الارتفاع مثل ما حصل بأسعار النفط لنرتفع هلا بأسعار الذهب، ممكن الفترة الزمنية أو السنة اللي تكون خلينا نقول بعد تاخذ تقريبا لل 2020 لنكون ارتفعنا وسجلنا مستويات معينة. فبكل بساطة هذا الارتفاع أو الانخفاض المعين والسايكلز اللي عم نتكلم عليها مهمة جدا. بتلاقوا في عندي فترة هبوط للدولار الأمريكي لفترة 3 سنوات وبتكون العملات الأخرى عم ترتفع، فهذا السبب. يعني شو هو سبب السايكلز أو شو ممكن نستفيد من السايكلز؟ بكل بساطة من ورا ما خلينا نقول نمشي بسايكل سلبي للدولار الأمريكي مقابل سيناريو إيجابي للعملات الرئيسية مثل اليورو والاسترليني والأسترالي دولار، هذا الشيء طبعا بيدعم الاستيراد والتصدير اللي هو الإكسبورت والإمبورت في الولايات المتحدة. بتلاحظوا أنه كل المستثمرين وكل التجار بياخدوا على سبيل المثال بضاعة من أمريكا بياخدوا
بده بيشحنوا سيارات من امريكا من الولايات المتحده، فبهيدي الحاله طبعا الدولار الامريكي بالسايكل السلبي لما يكون منخفض او بالاتجاه الهابط بيدعم التجاره عندهم. وبشكل اخر طبعا الاتحاد الاوروبي بيتفق بهيدي الحاله مع الولايات المتحده، بيقول له انه اصبح دوري بالسايكل، فممكن يرجع يرتفع الدولار الامريكي وبيرجع بينخفض اليورو والاسترليني ومعظم العملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي. بهذه الحاله بترجع بتلاحظوا انه التجار عم يرجعوا ياخذوا بضائع من اوروبا، وسيارات ايضا التجار بيشحنوها من اوروبا بتكون ارخص على اليورو الرخيص. فبهذه الحاله طبعا الاكسبورتس والامبورتس او خلينا نقول التجاره بالسايكلز الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسيه الى خلينا نقول اخذ وعطاء. فبهذه الحاله الدول الكبرى بتتفق مع بعضها من شان السايكلز تكون على ارتفاع وانخفاض، ولكن الفتره الزمنيه طبعا هذه السايكل ما ممكن انه نحددها، ممكن انه تاخذ ارتفاع للدولار الامريكي ثلاث سنوات وممكن ايضا 5 سنوات. ولكن هلا اذا بنلاحظ ارتفاع الزوج الدولار الامريكي له تقريبا من 2011 مع ارتفاع الدولار ين، يعني بكل بساطة السايكل لاينز عم بتقلي انه الارتفاع له من 2011 لمستويات 2015، يعني 4 سنوات ارتفاع. فبهيدي الحالة مثل ما شاهدنا على الذهب ايضا 4 سنوات انخفاض. فبهيدي الحالة هلا الدولار الامريكي ممكن ياخذ بعد 4 سنوات انخفاض الدولار اندكس، وهذا الشيء طبعا بيدعم نظرية على انه ممكن نتوقع بعد انخفاض لزوج الدولار ين لنستهدف مستوى السايكل لاين اللي هو الخط الاحمر التالي. فبهيدي الحالة الدولار اندكس اذا بدنا نحلله هلا على الرسم البياني نتوقع انه بعد عنده إشارة سلبية على المدى القصير، وهذا الشيء ممكن يدعم العملات الرئيسية على المدى القصير بآخر طبعا أواخر السنوات اللي ممكن نشهد عليها ارتفاع. فالسايكل لاين ما بيعطيكم بالضبط خلينا نقول نقطة الانخفاض والارتفاع لازم يوصل للسعر، ولكن بيقلكم أن الفترة الزمنية أو السايكل بعد ما انتهت، يعني سايكل انخفاض للدولار الأمريكي بعد ما انتهى بهذه الحالة. فبشكل أو آخر نتوقع بعد عندي من هلأ لا إذا بدكم خلينا نقول يعني تقريبا سنة، لأنه السايكل تبع الدولار الأمريكي من 2011 ل 2000 خلينا نكون دقيقين شوي بالارقام، من هذا السايكل من 2011 امتد لمستويات 2015، خلينا نقول لسنه 2015 انتهى هذا السايكل. فاربع سنوات، هلا 4 سنوات من 2015 بتكون بتساقب تقريبا عند 2019، يعني احنا هلا بال 2018، يعني بعد عندي سنه، بعد سنه عندي انخفاض للدولار الامريكي هذا السايكل بيكون انتهى، وايضا عندي بعد ارتفاع للعملات الرئيسيه مثل اليورو دولار واسترليني دولار. فبشكل او اخر للمستثمرين طبعا لازم يتوقعوا بعد خلينا نقول ارتفاع او موجه ارتفاع لليورو دولار من هلا لسنه، من هلا 2019 اللي هي ممكن سجل فيها فوق مستوى 129 على سبيل المثال او اعلى شوي. فبهذه الحاله طبعا السايكل بتساعدني فقط على الفتره الزمنيه اللي ممكن يكون بعد عندي انخفاض وارتفاع فيها، ولكن ما بتعطيني اشاره دخول او ارتفاع. وكنت فسرت لكم وشرحت لكم شوي عن السايكلز اللي هي ممكن يكون عم يخدها الدولار الامريكي والعملات الرئيسيه مثل اليورو كرميلا يشجعوا التجاره في البلدان، مثل على سبيل المثال التجار او السيارات او الذهب او شحن الملابس طبعا او المواد الاوليه. فبهذه الحاله الولايات المتحده بتاخذ بعض الشيء دوره بسايكل معين للدولار الامريكي، وفورا بيرجع بيصير عنده انخفاض للدولار الامريكي، عفوا ارتفاع للدولار الامريكي، وبيرجع بينخفض العملات الاخرى مثل اليورو وغيرها من العملات كرميلا يرجع يشجعوا التجاره ايضا في اوروبا، ويرجعوا التجار طبعا ياخذوا او يستوردوا بضائع او مواد اوليه من اوروبا. فبهذه الحاله طبعا فيها اخذ وعطاء، السايكلز لازم يكون المستثمر على علم فيها كرمال يعرف الاتجاه العام بشكل او اخر، كرمال الاستثمار تبعه يكون سيف او امن بعض الشيء على المراكز اللي بيدخل فيها على المدى الوسط طبعا للمدى الطويل، مش عم بتكلم على المضاربين اللي بيدخلوا وبيخرجوا بشكل سريع من اسواق المال. انا بالنسبه لي كنت شرحت لكم مستوى عن السايكلز، كنت حابب انه اعطيكم شويه معلومات عامه عن هذا الموضوع. بتمنى تكونوا استفدتم من هذه المحاضره، بشوفكم بجلسه الصباحيه غدا انا كرمال نقوم ببعض التحاليل ويكون عندنا خلينا نقول استثمارات واضحه على رسوم بيانيه. بتمنى منكم تتابعوني بجلسه صباحيه غدا، كان معكم المحلل التقني جزاف ظهري من شركه تكمل، الى اللقاء.